بالنسبة للسبحة بالعداد، واحنا قبل كده في حلقة رد على أسئلة فصلنا الأدلة للرد على هؤلاء. العداد أو كل أو السبحة اللي احنا بنعدها، أي الأشكال اللي بتستحدث كل يوم لضبط الذكر، كل ما من شأنه ضبطه الذاكر لعدد الذكر اللي بيذكره هو جائز. ليه؟ لأنه ده من باب الوسائل المعينة على الذكر، فبياخد حكم الغاية اللي انت عايز تذكر، عايز تضبط انك بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عدد معين، بتسبح عدد معين، بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله عدد معين، فأردت ضبط ذلك واستعنت على ذلك بالوسائل المتاحة، لا شيء في ذلك. احنا فندنا عشان بس دي المقام والوقت دلوقتي الأدلة على هذا الأمر، وردينا على من ينكر على الناس استعمال هذه الوسائل لضبط الذكر. يجوز يا أستاذ إسماعيل استعمال العداد لضبط الذكر.